مرحبا بكل مشاهدينا اينما كنتم. الحركة والأحداث لا تنتهي داخل أكاديمية التفوق الرياضي، وكل أسبوع يوجد المزيد والمزيد في حلقة اليوم. طلاب اسباير في تحدي لا ليغا. مدير صحيفة آس الأسبانية في زيارة للأكاديمية. هوية بطل كأس سمو الأمير في عيون طلاب اسباير. تنس الطاولة بين جدران الأكاديمية. جديد توفره أكاديمية اسباير لطلابها تحت 15 عام، وهذا وفقا لمنهجية الأكاديمية لتوفير جميع الخبرات اللازمة لهم خلال المراحل العمرية المختلفة. لا ليغا تحدي اسباير هي دورة ودية على أعلى مستوى يشارك بها 10 أندية من الدوري الأسباني، بالإضافة إلى فريق اسباير وفريق آخر يمثل خيرة طلاب في المدارس القطرية. وتعتبر هذه الدورة أول تعاون بين الأكاديمية ورابطة الأندية الأسبانية. Sí, bueno, lo primero decir que estamos muy contentos de estar aquí, de haber creado un torneo junto con Aspire, del cual estamos súper satisfechos, súper orgullosos, y lo mejor de todo que yo creo que el resultado está siendo muy muy positivo para las dos, para Aspire tanto como para la Liga. تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 3 فرق. أولى اللقاءات كانت مع فريق إلميريا، حيث تقدم الفريق الضيف بهدف في الشوط الثاني، ثم تدارك طلاب الأكاديمية وتعادلوا قبل النهاية بخمس دقائق. صحيح بدأت المباراة، بدأ التسجيل من عندهم، لكن احنا يمكن ضيعنا 3 أو 4 أهداف في البداية. تأخرنا بالتسجيل، جاء سجلوا علينا هدف وقدرنا الحمد لله أن نعوض ونرجع الهدف، وحاولنا بعدها أيضا نسجل هدف، لكن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله احنا راضين بالنتيجة، لكن إن شاء الله خير يعني. في اليوم الثاني كان أبرز اللقاءات مباراة اتحاد المدارس القطرية وفياريال، وشهد اللقاء غدارة في الأهداف لينتهي لصالح النادي الأسباني 3-2. أول مرة ننظم بطولة اللي هي الفرق الأسبانية تلعب في قطر، فأعتقد هذه الأندية العشر الأندية الموجودة بالإضافة إلى نادي من قطر اللي هو الاسباير والسكول اللي موجود، اعتقد اهميته راح تكون ان فرقنا تستفيد من هذه المباريات باحتكاكها مع اللي في نفس سنهم تقريبا اللي هم من مواليد 99. اما في اليوم قبل التصفيات النهائيه، واجه فريق اسباير فريق سبورتنج خيخون، وتفوق طلاب الأكاديمية منذ البداية وأحرزوا هدف مبكر، ثم ضاعفوا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بهدف ثاني عن طريق هجمة مرتدة. ومع بداية الشوط الثاني أكدوا تفوقهم وأحرزوا هدفهم الأخير لينتهي اللقاء 3-0 لشباب اسباير. I want to say congratulations to Aspire's team because they were much better than we are. And that's it. Sometimes you win, sometimes you lose. Today we lose. And congratulations to the opposite team. And thank you very much for everything. It's a hard game, you know. And
I am disappointed for the kids because they wanted to win, but sometimes you win, sometimes you lose. Our tactic, I think, is the boys. They do the job. We work every day in a way, and now you see it back on the field because the boys are responsible and they work hard. And at the end, if you work hard every day, and maybe one day you get a bit of results. So that's always nice. وصلنا للدورة قبل النهائي، وكان للأسف هو اليوم الأخير لشباب إسباير، حيث واجهوا فريق فياريال وتغلب عليهم الفريق الأسباني بنتيجة كبيرة 4 أهداف مقابل لا شيء، وجميعهم أحرزوا في الشوط الأول. وشهد اللقاء عنف وخشونة زائدة مما أدى لظهور العديد من البطاقات الصفراء والحمراء. جاءت نتائج اليوم كالتالي: في اليوم الختامي وصل فريقي أتلتيكو مدريد وفياريال للمباريات النهائية، وشهد هذا اللقاء قمة في الإثارة والمتعة، حيث تقدم فريق الغواصات بهدفين للا شيء حتى نهاية الشوط الأول، ليبدأ أتلتيكو الهجوم منذ بداية الشوط الثاني حتى الدقائق الأخيرة، ويستطيع إحراز هدف قبل النهاية بدقيقتين، ويدرك التعادل في الوقت الإضافي، يلجأ إلى ضربات الترجيح، ويبتسم الحظ إلى الفريق المدريدي، ويفوز بلقب البطولة الأول. Más difícil ha sido el Villarreal, primero porque ellos estaban más descansados, porque en las semifinales ganaron 4-0 y nosotros hemos ido a tope todos partidos. بالتأكيد أن هذه البطولة لها مردود هام على جميع الأطراف، ليس فقط لطلاب الأكاديمية. كل ما شفنا البطولة كانت صراحة بطولة رائعة، جات في وقت مناسب، في إجازات بالنسبة للطلبة. صراحة الهدف من هذه المشاركة هي زيادة الاحتكاك بالنسبة لطلاب الأكاديمية، نقل خبرة من إسبانيا إلى دولة قطر في طبعا لعيبة أقل من 15 سنة. فلو شفتوا انتم المباراه اليوم كانت صراحه كانها مباراه يعني درجه اولى صراحه. Yeah, we know, I know some of them before the tournament, but this tournament is very good for us to follow, you know, to follow them. But always they show us something new because they are growth in their teams. And for us, it's a very good opportunity to follow them, to be close of them. بعد 5 أيام من المتعة والإثارة، أجدى الاستطارة على بطولة تحدي إسباير، وتم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في أجواء مليئة بالروح الرياضية والفرحة، وتكون هذه البطولة ذكرى للاعبين اليافعين في أحضان أكاديمية إسباير.
أبواب الأكاديمية دائما مفتوحة أمام الرموز الرياضية والعلمية، واستقبلت من قبل العديد من هذه النجوم. هذا الأسبوع استقبلت الأكاديمية واحدا من أعلام الصحافة العالمية والأسبانية، ألفريدو ريلانو، وهو مؤسس قناة كانال بلوس، وحاليا مدير أكبر الصحف الرياضية الأسبانية صحيفة آس، ومؤلف العديد من الكتب عن بطولات كأس العالم. بدأت الزيارة بتفقد منشآت وملاعب سباير المختلفة مثل مضمار القوة وملعب الكرة المغطى وأيضا أجدد الأجهزة فوتبول نوت، واستمرت الزيارة لأكثر من ساعة برفقة إيفان برافو مدير الأكاديمية. La verdad que estoy impresionado. Tenía un conocimiento menor. Primero, lo relacionaba solo con el fútbol. No sabía que tenía que ver con otro tipo de deportes también. Y me ha parecido fantásticamente bien montado, proyectado, organizado y en todos los sentidos. Desde la luz natural de las instalaciones hasta la aplicación del trabajo de la concepción misma del proyecto. في اليوم التالي نظمت الأكاديمية ندوة نقاشية للصحفيين والإعلاميين للتحدث مع الكاتب الصحفي عن أحدث إصداراته، العديد من بطولات العالم، العديد من القصص. وحضر هذه الندوة العديد من الشخصيات البارزة على المستوى الإعلامي والرياضي. Bueno, me ha parecido una entrevista muy 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 interesante, un repaso a los mundiales desde su inicio. La evolución de cómo se fueron desarrollando los países de un lado comunistas, en otro democráticos, en fin, historias que yo no conocía, ¿no? Que mi amigo Alfredo me ha ido contando, desgranando, y me ha parecido muy interesante. Καταρχάς είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, φιλοξενούμενοι από την Aspire Academy. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Γίνονται πολύ σημαντικά βήματα εδώ πέρα και με τη σημερινή αυτή συνέντευξη που έρχονται σημαντικοί άνθρωποι από την Ευρώπη και μιλάνε για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και για το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει το 2022 στο Κατάρ. تنظيم كأس العالم في قطر كان أحد المحاور والأسئلة الأساسية للكاتب الصحفي خلال الندوة. Creo que hay un entusiasmo nacional oficial por el campeonato del mundo que es muy beneficioso. El clima será bueno en invierno y desde luego las instalaciones y las posibilidades de aquí van a ser estupendas, ¿no? Lo que vemos es que va a alterar los hábitos de muchas partes, de otras partes del mundo, incluso si puede o no coincidir con los Juegos Olímpicos de invierno que habrá ese año. Yo espero que va a ser un buen mundial. نجاح جديد يحسب لإدارة الأكاديمية بدعوة رمز من رموز الصحافة العالمية للتحدث عن كتابه الجديد، ويثني على قدرة قطر على تنظيم كأس عالم مذهل. على الرغم من انتهاء بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم منذ أيام وفاز بها نادي الخويا، بدأت بطولة أخرى لا تقل أهمية عن الدوري، وهي بطولة كأس أمير قطر. مع بداية مباريات البطولة دعونا نتعرف على توقعات طلاب سباير من سيفوز بهذا اللقب. هل الريان بطل النسخة الماضية؟ أم السد صاحب الرقم القياسي للألقاب؟ أم لخويا بطل الدوري لهذا الموسم؟ أتوقع نادي الأهلي لأنه يعني طالع بجدارة. السد. السد. I think الجيش. أتوقع نادي قطر. أتوقع الجيش العربي. أتوقع نادي لخويا. نادي لخويا. إن شاء الله السيلية. يمكن السد. أتوقع إن نادي عربي بيفوزون في البطولة. إن شاء الله لخويا. الأهلي. إذا لخويا. ان شاء الله السد. نادي السد نادي قوي، ويعني في امكانه انه ياخذ بطوله كاس الامير. 14 فريق ستشارك من الدرجه الاولى واربع فرق من الدرجه الثانيه. هل سيوجد حصان اسود يكون مفاجاه لبطوله كاس سمو الامير؟ فجأة نادي الوكره. سيليه. سربرايز تيم بروبلي سيليه. قطر. الريان. الشمال. فجأة نادي الغراء. الاهلي. يمكن السلية. الريان. الريان. السلية. الريان.
ما يبي سليم. ريان أعتقد ريان. زمن البطولة هو 17 يوم. دعونا نتعرف من وجهة نظر الطلاب من سيكون هداف هذه النسخة. هداف راول ديجو سبستيان سوريا. هداف بيكون لاعب الأهلي دياكو. دياكو مهاجم الأهلي. يا خلفان يا راول. ديوك خلفان إبراهيم. كنا كالو أتشي لعب الرياضة من 9 إن شاء الله. داقون لعب سيليا. أتوقع ديوك. أعتقد راول بيكون الهداف. ديوك خلفان راول أو سبستيان سوري. داقونو for sure. سنتابع خلال أيام المسابقة مدى صحة توقعات طلاب الأكاديمية لبطولة كأس سمو الأمير ومن سيتوج باللقب الأغلى للنسخة الجديدة. تابعنا من قبل حصة تدريبية لطلاب أسباير في رياضة كرة القدم. دعونا في حلقة اليوم نتابع حصة تدريبية أخرى ولكن في رياضة تنس الطاولة. أكاديمية أسباير تهتم بجميع الرياضات وتوفر كل الإمكانيات والأجهزة المتاحة لطلابها لكي يصبحوا أبطالاً، وهذا ما لاحظناه خلال عمليات الإحماء قبل الحصة التدريبية. These are some timing lights which allows us to set up various different drills, and we can use these drills to test the players' reactions, their movement and their agility and their quickness. The good thing about the machine is it gives us some scores, so the boys can be competitive and it makes the training really exciting for the boys. تحاول دائما أكاديمية أسباير توفير كادر تدريبي على أعلى المستويات لتطوير أداء طلابها وجعلهم من نجوم المستوى الأول. والله عندنا أحسن مدربين تقريبا في العالم. عندنا مدرب زلاتكو هو طلع فريق كرواتيا الثاني على العالم، وعندنا المدرب الثاني دانيال مدرب كان مدرب الناشئين في منتخب كرواتيا. يعني عندنا أحسن مدربين تقريبا في العالم، وهم صراحة موفرين لنا كل شيء من ناحية تكتيك، من ناحية كل اللاعب يحتاجه في تنس الطاولة. تقريبا أكثر ناس نسافر في دول الخليج ونحتك مع اللعيبة اللي برا. Here in Aspire we have excellent facilities which I didn't see in my entire career. Of course I travel all around the world, but really with all these possibilities which we have here, first of all cooperation with sports scientists which we have here in Aspire, like biomechanics, physiologists, sports psychologists, fitness coaches. It's give us really great opportunity to practice on the high level, besides table tennis practice, of course, and to try to develop this young and talented boys to serious and good world-class players. بالإضافة لتدريبات اليومية والمباريات، توفر الأكاديمية معسكرين خلال العام الدراسي لطلابها ليحتكوا ويتعرفوا على كل ما هو جديد. In this school year we went just in winter camp and we in Austria, in Vienna, in Werner Schlager Academy, which is one of the most popular European academy for table tennis, specialized only for table tennis, not other sports. And we are planning now in end of the school year in June to have also 2 or 3 weeks training camps, but we still don't know the location. سنتابع خلال الحلقات القادمة ما مدى تطور طلاب أسباير ونتائجهم في بطولات تنس الطاولة المختلفة. للتواصل ومعرفة المزيد عن كل ما هو جديد في أكاديمية أسباير زوروا أحد هذه المواقع. وصلنا لنهاية الحلقة لهذا الأسبوع، نراكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.